حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أسعد الله مساءكم، وبإذن الله يومكم سعيد. كل يوم أربعاء نذكركم إنه هذا اليوم من أحلى أيام الأسبوع عادة، لأنه بعد الخميس. إحنا اليوم بنتكلم عن حلقة يعني عنوناها وقلنا فكرة غلط. في أشياء كثيرة تكون معروفة عند الناس، لما أنا أقول مثلا نقول مثلا الكحة، ففي بالهم أسباب معينة للكحة، وفي عندهم أفكار عن أشياء شائعة جدا. فاليوم راح نتكلم عن أشياء موجودة في المجتمع، فكرة بس هي فكرة غلط، أو ما تكون عندك الفكرة كاملة. فرح نبدأ ببعض الأشياء اللي حنحاول نضيف لكم، هي عن أشياء المفروض إنه كل إنسان عايش في المجتمع يعرفها. يعني أنت سواء كنت في سيارتك الآن، أو كنت بتسمعنا عن طريق السيارة في الإذاعة، أو كنت بتسمعنا عن طريق تطبيق ألف ألف FM، المفروض إنك تكون هذه المعلومات. أنا متأكد إنه عندك واحد في العائلة حتهمه هذه المعلومة اللي أنت راح تسمعها، فبالتالي بإذن الله إن شاء الله اليوم تسمعوا معلومات كثيرة ممكن إنكم أنتوا تاخدوها وتفيدوا بها كل المجتمع اللي حولكم بإذن الله. راح نبدأ بواحد من أهم الأمراض أكثرها شيوعا في المجتمع، أكيد إنكم عرفتوا الشهر كله باسمه، الشهر الأزرق، الأزرق السماوي، الدائرة. إذا في أحد شاف فيكم دائرة موجودة في الطرق هذه الأيام، فالدائرة كلها تتكلم عن الشعب الحلو، شعبنا الشعب العربي عامة، الخليجي خاصة، وكل دولة من الخليج تنافس الدولة الثانية في إنه مين أكثرهم حلاوة. المجتمع أصبح فيه داء السكري من كثرته. الناس لما والله في العيادة تسألهم تقول له أنت عندك أي أمراض، يقوم يقول لك لا والله الحمد لله أموري طيبة. فيقوم ولد يقول بس يا أبوي أنت عندك سكر، يقول أيوة يا شيخ وعندي سكر. أيوة وعندي سكر، كيف وعندي سكر؟ هذا مرض أساسي. كيف وعندي سكر؟ هذا مرض متحكم في كثير من الجسم. وعلشان ندي لكم معلومات مختلفة، لا تبعد عن أبدا عن الإذاعة، راح ندي لكم معلومات مرة مختلفة تماما عن المعتاد في الإذاعة ومعتاد عن السكر. راح أبدأ بسؤال، لو أنت تبغى تتوقع إيش هي الأمراض اللي راح تجي لك في المستقبل، يعني أنت دحين شباب ما عندك ولا مرض، أو أنت مهما كان عمرك ما عندك ولا مرض، تبغى تعرف إيش هو المرض اللي راح يجيك، اللي راح يسوي لك مضاعفات، ولا إيش اللي راح يسبب لا سمح الله الوفاة أو شيء. الوفاة ممكن تحصل بسبب حوادث لا سمح الله خارج عن الإرادة، وكلنا متأكدين أنه حيتوفى، وممكن إنك أنت يتقدم بيك العمر. فإيش هي الأشياء اللي أنت تبغى تسأل تقول أنا إيش راح يجيني في المستقبل؟ صارت فيه كثير من التوجهات العلمية وعند الأطباء إنه يقول لك تبغى تعرف إيش راح يجيك في المستقبل، طالع لأهلك، شوف الناس اللي من أهلك، الأقارب، الأم، الأب، الأخوان، العمان، الخيلان، يعني كذا، شوف إيش عندكم منتشر في العائلة. إذا منتشر عندكم السكر غالبا حيجيكم السكر، يعني خلاص ما هو، هي الجينات صارت تلعب دور أساسي في كل حاجة. أنا بس اللي أبغى أؤكد لكم إنه المستقبل حقك، لا سمح الله أحد عنده ورم، يصير أنت لازم تفحص الورم من بدري علشان تتأكد، لأنه غالبا الجين، فالجين يقول لك هو أساس موجود علشان إيجاد المرض. أنت تحتاج له عامل محفز. يعني إيش عامل محفز؟ يعني ممكن خمسة في العيلة، والعيلة مشهور جدا عندهم السكري، بهبري عيلتي مشهور عندهم السكري، فبالتالي أنت بس تحتاج أنه يزداد وزنك فتجيب العامل المحفز، تقوم يصير عندك سكري خلاص. بس كده دائما يبالكم تفتكروا ممكن 10 يدخنوا و8 ما يجي لهم ولا مرض من الدخان، لأنه عندهم شيء في الجينات ما يخليهم يمرضوا بسبب الدخان. لكن في 2 هذولا معروف إنه عندهم مرض القلب في العيلة، فإذا دخنوا يقوموا يستفزوا الجين هذا، يقوم يطلع عندهم المرض على طول.
فيصير انت لازم تعرف، اذا انت تبى تعرف ايش عندك في المستقبل دائما انظر الى جينات اهلك، صح ولا لا؟ مو صح. دكتوره شيماء شريف، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. دكتوره شيماء شريف هي استشاريه طب الاسره، ومن الناس اللي جدا متعمقين في هذه المساله. هذا الكلام صحيح؟ هو صحيح الى حد ما. صحيح، تمام. اغلب الامراض اللي احنا نسميها مزمنه، ايوه، لها عاملين، فيها العامل الوراثي اللي يلعب دور كبير، وفيها عامل البيئة اللي هو كم وزنك، ايش تاكل، تتحرك ولا لا، كيف نومك، ليفل التوتر اللي عندك. هذا الكلام كنا نقوله زمان، ايوه، اوكي. دحين اكتشفنا انه في علم جديد من فترة تقريبا حوالي اخر 10 سنوات بدأ الكلام عليه، اللي هو اسمه الابيجينيتكس. ايوه، وهو انه احنا حرفيا نقدر نغير قدرنا الجيني، خليني اقول. ايوه، قدرنا الجيني، يعني اللي انت متوقع انه يحصل بسبب جيناتك. صحيح. والتغييرات هذه باشياء جدا بسيطه، كلها تعتمد على نمط حياه الشخص. طيب، يعني انا خليني بس اضرب لكم مثال جدا بسيط. لو عائله جدا مشهور عندهم كوليسترول، جاني مريض عنده، جوني اثنين عندهم كوليسترول، واحد منهم معروف في عيلته عنده الكوليسترول، تقوم تسأله تقول له أنت الكوليسترول يجيب لي أهلك جلطة في الدماغ؟ لا والله عندنا كوليسترول لكن الحمد لله ما جينا جلطات. يجيب لهم في القلب؟ لا. تقوم تقول له ترى يبغالك تأخذ، يبغالك ما تزود وزنك علشان تغير من قدرك الجيني، عشان أصلا عندك كوليسترول اللي ترسب على الشرايين. الثاني يقول لك لا والله إحنا من عيلة موجود فيها الكوليسترول، من عمر 45 أبويا جاله أول جلطة في القلب، بعدين سوى قلب مفتوح. تقوم هذا تديله الدواء بقوة وتنتبه له مرة بقوة علشان تتأكد إنه يقدر يغير خريطته الجينية علشان لا يجيله مرض القلب. صحيح؟ صحيح. فإحنا دائما نقول هذا صار نوع من الطب اللي يسموه طب مبني على الإنسان، يعني أنت لازم أعرف مين أنت ومين عيلتك وإيش الأمراض اللي موجودة عندك علشان أقدر أقول لك أنت مرة يحتاج توقف الدخان، مرة يحتاج تنزل وزنك، مرة يحتاج مقارنة بالاثنين. فيفرق الناس على حسب أقدارهم الجينية. صحيح؟ صحيح. طيب، إحنا تقريبا 27% من السعودية عندهم سكر. صحيح. وكان واحدة من الإحصائيات اللي كانت موجودة في منظمة الصحة العالمية إنه إذا استمرينا على هذا الحال ف50% قبل 2035 يعني نص الشعب حيكون عنده سكر. المشكلة في السكري، أنا ما أدري إذا أنت تأكدين ولا لا، إنه صاروا الناس يستبسطوه، يعني يقول لك هو سكر كل الناس عندهم. صحيح. فيقوموا ما ينتبهوا للأدوية. صحيح. وكمان إنه خلاص هو أخذ له علاج وانتهينا. السكري اللي أبغى أقوله إنه هو مجرد ما يبدأ يخرب في الجسم حتى مع وجود الأدوية. فإحنا نحاول نسيطر عليه بالعلاجات، لكن فكرة إنه يعني خصوصا الناس اللي تبدا، انا اشوفها من الناس اللي يبدا في مرحله ما قبل السكري. ايوه، وهي المرحله اللي احنا لسه نقدر نرجع الشخص لشخص سليم. صحيح. يقول لك طب عادي، ايش حيصير لو جاني سكر؟ حاخذ لي دواء دوايين، ما في مشكله. صحيح، بالضبط. صحيح. انا دائما اضرب انه حكايه ما في مشكله، انا مريت بيها ومروا بيها ناس كثير، حكايه انه ما في مشكله، المهم اني اكل. فمرحلة ما قبل السكري، أنت بتقولي مرحلة ما قبل السكري، لما يقول لك الدكتور أنت لو غيرت من طريقتك في الحياة تقدر ترجع إلى إنسان طبيعي. صحيح. صح؟ يعني لو أنت نحفت، لو أنت بدأت تمشي، تقدر ترجع إلى إنسان ما عنده سكر. لكن إذا أنت صحيح استسهلت لنا وقلت لي ما فيها مشكلة، خلاص أنا يجيني سكر، يصير خلاص حيجيك سكر. صحيح. صحيح. هي كده بالإضافة إلى أنه في دراسات كثير تأكد على أهمية المنظم. صح؟ صحيح. أنه ينعطى في مرحلة ما قبل السكري. المنظم في مرحلة ما قبل السكري يساهم بشكل كبير بتأخير وجود السكري. بتأخير وجود السكر. تمام. بس احنا في ناس، يعني انا حسب الصراحة حسب المريض اللي يجيني، اذا لقيت انه هو مريض عنده استعداد انه هو يغير حياته تماما، ممكن اتساهل معاه في حكاية المنظم. لكن لو لقيت انسان حيسوي تغييرات لكن مو تغييرات كبيرة، وهو ما همه انه يجيله ولا ما يجيله، فهذا هذا لازم تمشي على منظم. صحيح. صحيح. لانه في ناس تقول لك انا ما ابغى امشي على دواء طول حياتي، فانا اقول لهم انه احنا حنستخدم هذا المنظم الين ما ان شاء الله نرجع للطبيعي، بعدين خلاص حنوقفه. ايوه. فهذا واحد من التخوفات اللي يكون عند الناس.
فتلاقيه إن هو لا يزبط حياته ولا يأخذ المنظم، وفي النهاية يجي له سكري. صحيح. وأبغى أقول للناس كلهم اللي يعرف واحد عنده سكري ولا هو عنده سكري، والله والله مرة مهم إنك تشوف أي نوع من السكري أنت، مو النوع الأول النوع الثاني. وصحيح النوع الأول اللي يجوا ما عندهم أصلاً إنسولين، النوع الثاني هم اللي عندهم إنسولين. بس والله مرة مهم، مرة مرة مهم، إنه إذا كان السكري حقكم في العائلة معروف إنه هو شديد شرس، يعني يكون اللي يجي لهم سكر من العيلة، يجي لهم جلطة قلب هو صغير، يجي له مثلا لا سمح الله التهاب في الأقدام ويصير له قطع، يتأثر الكلى، تروح مثلا عينه تتأثر وما يقدر إذا كان هو شرس، سكر شرس، هذا تحتاج متابعة مع الدكتور بشكل مرة قوي، وتنتبه إنه التراكمي حقك 7 وأقل، علشان تقلل بإذن الله مجرد وجودك في حالة 7 يقلل من المضاعفات كلها، عين وجلطة رأس وجلطة قلب وكل شيء بأكبر من 30%. أنت تعرف يعني إيش الهدف حقك 7؟ الهدف حقك 7، أي أحد بيسمعنا وعنده أحد حلو سكري يقول له الله يخليك لازم نسوي التراكمي ونزود الدواء لين ما يصير التراكمي 7. الهدف حقنا 7، صح؟ صحيح. يعني ما أحد يقدر يتخيل قد إيش نشوف في ناس عندهم سكري ولكنه سكرهم في عائلتهم جدا حميد، يعني بسيط، ما يجي لهم الحمد لله جلطة بسهولة، ما يجيب لهم جلطة في القلب، فهذولا ما نتساهل، بس يعني تعرف إنه هذا السكر حقهم أخف شراسة، لأنه في عوائل والله السكر حقهم شرس شرس شرس، الله يكتب لهم الأجر. حنخرج فاصل ونرجع لكم. حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. ورجعنا لكم. اليوم نتكلم عن كل الحلوين، أدوية السكر يا شيماء، إيش تقدر تقولي عنها؟ أول حاجة إنه هي مرة فعالة، في كثير من يعني كثير من الأدوية فعالة وننصح بها، وتقريبا كلها فعالة وننصح بها، لكن بما أنه إحنا تكلمنا عن القلب وعن المشاكل اللي ممكن تصير لا سمح الله مع مرضى القلب أو مع مرضى السكر بخصوص القلب، هل تعرف أنه في أدوية للسكر إحنا ممكن نستخدمها للسكر وكمان تحمي القلب؟ صحيح. أسأل دكتورك أنت عليها، في حبوب وفي دحين حتى الإبر هذيك فاكرة حق التخسيس دحين اللي الناس تعملوا. أسأل دكتورك أنا ليه مني عليها، لأنه مو بس تنظم السكر، وجدوا كمان إنها تحافظ على القلب وتحافظ حتى على الكلى شيء ما، صح؟ أيوة هي والنوع الثاني. والنوع الثاني اللي حبوب. أيوة اللي حبوب تحافظ على الكلى، فإحنا دحين واحدة من الأشياء اللي نخاف عليها على مرض السكر اللي هي من أهمها من القلب والكلى، فاسأل دكتورك ليه ما أنت عليها. أسأل دكتورك ليه ما أنت عليها، أنا عليها ولا ماني عليها؟ أسأله أنا على الحبوب اللي هي أصلاً تحافظ على القلب وتحافظ على الكلى ولا لا، وإذا لا ليه مني عليها؟ أسأله ليه، علشان ترى الأبحاث حقتها جداً جداً ممتازة، وهي تعتبر من الأدوية الحديثة. وفي نفس الوقت إذا بتجيك نوبات هبوط كثيرة اسأل دكتورك أنا ليش على هذه الأدوية برضه. صحيح. فانتبه، في أدوية ممكن نحط لكم بعض أشكال العلب حقتها دحين في التيك توك، هذه الأدوية الحبوب تنزل السكر، فإذا أنت بينزل سكرك زيادة عن اللزوم لازم تسأل دكتورك هو أنا ليش عليها، لأنه أنا سكري بينزل زيادة عن اللزوم. فإحنا في عندنا أدوية في تخلي في مجموعة من الأدوية تخلي البنكرياس يفرز زيادة إنسولين، يفرز زيادة، هذه الأدوية المحفزة تقدر تهبط السكر، بخلاف أدوية ثانية. الأدوية الثانية ما تشتغل على البنكرياس، ما تفرز زيادة إنسولين، تشتغل على أشياء ثانية، مثلا ممكن تقلل حركة الأمعاء، ممكن تقلل كمية السكر اللي ينسحب من الأمعاء علشان يروح، تقلل كمية السكر اللي يخرج من الكبد، أنواع كثيرة، هذول ما المفروض إنهم يهبطوا السكر بشكل كبير. فإذا يهبط سكرك أسأل دكتورك قل له أنا ليش عليها، ليه ما نقدر نغيرها. تمام. إيش كمان نقدر نقول على الأدوية؟ زي ما كنا بنتكلم، إذا كان في العيلة عندكم سكر نوع أول، فروح لدكتورك عشان تشوف هل أنت عندك قابلية أو طفلك عنده قابلية أنه هو يجيله
النوع سكر الأول، سكر من النوع الأول، وإذا كان عنده هذه القابلية فدحين نقدر نعطي الأدوية اللي هي اللي هي بنستخدمها اللي هي للسكر والتخسيس، نقدر نستخدم هذه العلاجات لتأخير موعد أو حدوث النوع الأول من السكر. يعني إذا أنت شخص مصاب الله يكتب لك الأجر العظيم بالسكري من النوع الأول، وبتاخذ إبر إنسولين، وإنت خايف ما أنت عارف هذا ولدك راح يجيله سكري من النوع الأول وهو صغير، للساعة بيكبر ما عنده الحمد لله سكر، بس أنت قلقان عليه، يمديك تسوي التحليل ويمديك أنك تعرف، والأبحاث الجديدة تبين أنه الدواء نفسه هذه الإبر حقة تنزيل الوزن وتنظيم السكر تأخر من أنه يصاب الطفل بالسكر من النوع الأول. فبالتالي جدا مهم إذا أنت كنت أصلا سكري من النوع الأول مو من النوع الثاني، النوع الأول اللي هم يجي لهم من الصغر الله يكتب لهم الأجر، يصير ساعتها لازم تنتبه لولدك بالإضافة إلى أنه في فكرة غلط. في ناس كثير من المصابين بالسكري من النوع الأول لما تسألهم يقول لك واحدة من أكبر المشاكل حقتنا الزواج. وليش تسألهم؟ يقول لك الناس من يوم ما نقول لهم يقوموا يقولوا لا الحقيقة هذه فكرة غلط. بالعكس المصاب بالسكري من النوع الأول إذا كان بينضم المفروض أنه هو شخص عادي. وليش أنا دائما أحط الإنسان المصاب بالسكري كأنها وصمة صعبة أني أنا أتعايش معها؟ لا بالعكس، هو بطل وبتعايش وناجح في حياته، فبالتالي يقدر ينجح في زواجه بإذن الله. وفي كثير ناس حياتهم بعد السكري صارت أفضل من حياتهم قبل السكري. صحيح، يعني قبل السكري كان مثلا ما يهتم بأكله، ما يسوي رياضة، نفسيته سيئة، طول الوقت في توتر. بعد إصابتهم بالسكري صاروا أشخاص رياضيين. أيوه. وفي نوادي رياضية. سبحان الله. وراح منهم السكري كمان بعده. في منهم إيه وراح منهم السكري. سبحان الله. أنا تجربتي مع السكري، أنا جاني في عمر 40، علشان قلت لكم يعني عيلتي مشهورة بالسكر، مع كذا أنا كنت استشاري كنت أعرف، ومع كذا كنت آكل مرة كثير وكان وزني زايد. فعمر 40 جاني السكري واكتشفته أنا قبل ما أرجع السعودية. لكن الشيء اللي كان المذهل إنه أنا كنت إلا مصر إنه لا ما عندي سكري. لما اكتشفت عنده سكري قررت في مخي إنه أهم حاجة كطبيبي إني ما أبغى أجيني مضاعفات السكري، يعني ما أبغى السكري يأثر لا على راسي مخي ولا على قلبي ولا على الكلية ولا على العين، فأهم شيء إني أضبط التراكم. طيب بس أنا أحب الأكل، فكنت إيش أسوي؟ أرفع الإنسولين عشان يخلي التراكم مرة مضبوط، ولكن آكل أقدر آكل، فالإنسولين أصلا يجوع، فكنت أقدر آكل آكل، فكان يساعدني. لكن أهم حاجة كنت إنه مهما آكل لازم أنتبه إنه التراكم حقي 7، كان الحمد لله دائما 7. لكن سبحان الله جاءت الكورونا، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، جاءت الكورونا وقررت إني أنحف. ربي أكرمني إني يعني أقدر أنحف، ولما نحفت هذه 66 كيلو الحمد لله راح. أنا كنت وصلت إلى 200 وحدة إنسولين في اليوم، 200 وحدة إنسولين، 3 حبوب وحبة ضغط وحبة كوليسترول. الحمد لله دحين بفضل من الله سبحانه وتعالى ما أخذ ولا واحدة منهم. ما شاء الله. فأنت لوحدك مثال على أنه كيف أنه أنت فعلا تقدر تغير حياتك. وفي من الأمثلة هذه مرة كثير حقيقة. صحيح. في النوادي أمثلة مرة كثير، أنا أشوفهم كبار وصغار، من اللي كان عندهم ضغط واللي كان عندهم سكر، وسبحان الله تغيرت حياتهم كلها. لا بالإصرار، علشان هو ما يبغى ياخذ الدواء وما يبغى تحصل له مضاعفات، فراح بدأ ينزل وزنه وبدأ هذا. استنى، صحيح للأسف الشديد كثير مننا يستنى إلي ما يجي له الضربة بعدين يبدأ يقرر القرار الصعب. الأفضل إنك تقرر القرار الصعب قبل الضربة. صحيح. وفي واحد من أنواع الدايت، في دكتور اسمه أوينش، عنده نوع الدايت حقه اسمه أوينش، هو يعتبر الصراحة نوع من أنواع الدايت الشديدة جدا اللي تخفض الوزن، يعني قليلة السعرات الحرارية جدا. لكن قدر يعكس مرض السكر تماما بس بالدايت. لكن اللي ابغى اقوله انه اذا انت قررت تاخذ هذا الشيء، أورنش دايت موجود، تقدر تدخل اونلاين وتاخذ الطريقه. تمام. لكن خلال رحلتك هذه لا تقطع ادويتك، وافضل تابع مع طبيبك، حتلاقي مع الوقت انه انت بتتحسن، الى ما يجي وقت طبيبك نفسه حيقول لك خلاص انت ما عاد تحتاجه. طيب ابغى اقول لك فكره غلط. في ناس كثير من اللي يكون عندهم سكري أول ما يجوا في العزائم يقوم يقولوا والله أنا ما أبغى أكل حلا، أنا عندي سكر، والله أعتذر لكم أنا ما أقدر أكل كيك عشان عندي سكر، أنا ما أبغى أكل شوكولاتة عشان عندي سكر، ولكن يقوموا يسووا حاجة تانية غلط مرة كبيرة اللي هي
رز ولحم ومعجنات. معجنات يعني هم مهم عارفين إن المعجنات هذه أسوأ من الشوكولاتة بكثير. بمراحل. الرز أسوأ هذا يرفع السكر بكثير كثير مر أكثر من أكثر من السكر. يجيبوا له كيك كذا صغار صغار صغيرة يقول لا والله معليش أنا ما أقدر أكل حلا علشان يعني حتى يا دكتور أنا والله بحاول أنظم السكر وقفت كل الحلا. الحلا إيه أنت وقفت الحلا لكن أنت قاعد تأكل يا حبيبي مكرونة ومعجنات ورز يا حبيبي. هذه من أكثر الأشياء اللي ترفع السكر. أنت لو يوروك قد إيش الكربوهيدرات هذا صحن البخاري قد إيش يرفع زي الصاروخ السكر. شيء عجيب كمية السكر اللي ممكن يترفع من الكربوهيدرات. فيصير هي مو المشكلة إنك أنت تأكل كربوهيدرات إن بديك تأكل رز, بس هي المشكلة كيف تقدر تأكل 6 ملاعق وتوقف, كيف تقدر تأكل ربع قرص عيش وتوقف, كيف تقدر تأكل 6 ملاعق مكرونة وتوقف. هي لا تنسى إذا أنت مصاب بالسكري ما هي الشطارة إنك تقول والله ما شاء الله تبارك الله يأكل صحن الرز بالكامل بعد يجي على الشاي يقول لا والله ما أبغى أحط له سكر علشان أنا عندي سكر. لا حبيبي. أو يشرب شاي أخضر. أيوة لا حبيبي أنت ما أنت فاهمة صح. أنت الله يكرمك تحتاج إنك تقلل كمية الكربوهيدرات علشان ما ترفع السكر وتحافظ على صحتك. أيوة أنت حلو لكن السكر حقك مو يرتفع كله من الحالة, لا يرتفع من الكربوهيدرات وانتبه منها. نطلع فاصل ونرجع لكم. حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. ورجعنا لكم. هو الشخص اللي عنده سكر لما يقول عصبتوني يا أولاد رفعتوا لي السكر, هذه فكرة غلط أم فكرة صح؟ لا ممكن تصير هذه فكرة صح. فكرة صحيحة حقيقة, هذه للأسف الشديد إنها فكرة صحيحة. فكرة صحيحة وممكن بالعكس كمان والعكس صحيح. أحيانا لخبطة السكر إنه مثلا عدم انتظام السكر بحيث إنه مثلا بيرتفع فجأة أو يهبط فجأة برضو سبب العصبية. أيوة لما يرتفع يعني وينزل عليك السكر تقوم تحس نفسك معصب مرة. صحيح. ويرتفع عندك أحيانا هرمون الجوع وتحس نفسك إنك تبغى تأكل أي حاجة قدامك, وهذا بعض الإنسولين كذا يسوي. لكن والله ما تصدقوا إنه حقيقة كمية من البشر ما يضبط السكر حقهم بسبب الضغوط اللي عندهم من عيلتهم. من عيلتهم يكون عندهم هم الشخص اللي بيرفع سكرهم ويرفع ضغطهم ويجيب لهم جلطة القلب كلها. هذه في ناس عايشة معاك هم اللي بيلخبطوا لك سكرك ويرفعوا لك ضغطك وما يخلوا قلبك ينتظم. هذا مثبت في كثير من الأماكن كثير من الأشخاص وفي أبحاث تدل, لأنه هذا يرفع أصلا التوتر. لما واحد يجي ينرفزك كل يوم, تخيل بالله عايش معك في بيتك وهذا بني آدم ينرفزك كل يوم بكلامه كل يوم يسوي لك مشاكل, أكيد أنه حيرفع الكورتيزون, أكيد أنه حيلخبط الأشياء هذه. صحيح صحيح. والحزن نفس الشيء. الحزن الحزن نفس الشيء. بينما مثلا التوتر مثلا احد عنده مقابله مثلا وظيفيه او حاجه, التوتر ممكن يخفض السكر. تمام. فهذا برضو هذا شيء مهم تنتبه له اذا انت كنت مريض سكر, انه مثلا تخلي معك شيء عشان لو حسيت بهبوط حسيت بمثلا بروده في اطرافك تعرف تتصرف. طيب انا كمان راح اتكلم دحين عن فكره غلط كمان برضو في السكري. ناس كثير عمركم سمعتوا يقول لك تعرف مضاعفات السكر, تعرف ايش يسوي السكر, يقوم يقول لك العين, المخ يسبب جلطة, جلطة في القلب يسبب لك رجولك في الليل تحرقك 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 طوال الوقت بالذات تشد عليك في الليل. هذا التهاب الأعصاب حق السكري لما ما يكون منتظم. يقول لك والله ممكن تأثر على الأقدام السفلية ما تخلي البني آدم أعصابه يقدر يحس فيها يقوم ينجرح ما يحس. لكن ينسوا شيء جدا مهم أبو عسري قديش هياتك, ينسوا دائما الأمعاء إنه يسبب إمساك ويخلي الأمعاء السكر غير منتظم يسبب مشاكل إمساك كبيرة. تقول لك والله بطني منفوخة تطلع لا مؤثر الحمد لله على عينها ولا مؤثر على قلبها ولا مؤثر على مخها ولا مؤثر على شيء, بس بطنها ما تتحرك إمساك ومنفوخة وتأكل شيء قليل تقوم تتنفخ قد كذا. قديش تشوفي هذا المشاكل حقت القولون؟ جدا كثير, ولأنه إحنا أصلا الإمساك عندنا بتسبب طبيعة أكلنا اصلا شائع. فانت كانك بتحط نار على الزيت. انا دائما اللي اقول يعني للسكر مرض السكر
السكر هو يسبب حالة التهاب عامة في الجسم. أيوه. فما في عضو في الجسم ممكن السكر ما يأثر فيه. وما في أي واحدة من هذه التأثيرات ما تقل لما يكون التراكم 7. صحيح. تمام. صحيح 100%. طيب أنا أبغى أسألك سؤال، إنتي في كان عندك اهتمام بحكم إنك طبيبة أسرة واستشارية، عندك اهتمام بالسكونة داخل mindfulness هذه يعني كذا؟ صحيح. إيش هي الترجمة حقتها بالعربي؟ يسموها اليقظة الذهنية أو الوعي أو يسموها الكينونة. الكينونة. طيب خلينا بالكينونة عشان نحطها في التيك توك نقول أنت عندك كينونة، قولي لنا إيش عن الكينونة هذه. طيب خليني أقول لك العكس قبل ما أقول لك إيش هي. عمرك مثلا كنت راكب سيارة رايح بيتك، بعدين تستوعب أنه أنت وصلت البيت أنت ما أنت فاكر الطريق اللي أنت جيت به من كتر ما أنه أنت كانت مخك في مكان ثاني، مخك مكان ثاني، أو جلست تأكل شيء قدام التلفزيون وبعدها بنص ساعة جعت لأنه أنت أصلا ما كنت مركز وأنت بتأكل، ما كنت أصلا حاسس أنت بتأكل، يعني كنت بالأصح بتدخل أي حاجة وخلاص. وبس ما أنت هذه اللي يسموها ما أنت في اللحظة. ما أنت في اللحظة. أيوة بالضبط. ما أنت عايش في اللحظة. إحنا للأسف إحنا اتولدنا طبيعتنا، ربنا خلقنا دماغنا مركب على أنه إحنا نعيش في هنا والآن، يسموها هنا والآن. لكن مع البرمجات اللي صارت والمشتتات اللي موجودة طول الوقت، صرت مثلا أنت تكون جالس مع شخص بتتكلم معه ماسك جوالك، بتتكلم مع شخص تاني أو بتشوف حاجة ومخك بيفكر في شيء ثالث. فأنا عندي دكتوراه فادي المهم. أيوة هذا الشيء ليه تأثير أقدر أقول لك على كل حاجة في الحياة، على صحتك النفسية، على مدى التوتر، على مدى التوتر عندك. الناس اللي عندهم اكتئاب وقلق يزود لهم الاكتئاب والقلق. يعني انت تحتاج تكون قدر الامكان تمرن نفسك انك تكون في اللحظه. لازم، هذا افضل شيء تقدر تسويه لنفسك. كيف اقدر؟ طيب ما زال الجوال في يدي وما زال كل شيء في يدي، قد كذا انه هذا مؤثر في نفسيتي اني لازم اركز. خلاص اذا انت ماسك الجوال ركز في الجوال. ركز في الجوال، لا تاكل. ركز في الجوال لا تاكل. إذا تبغى تأكل كل، لا تسوي شيء تاني. تمام. وحاول تحس كل حاجة أنت بتسويها. يعني أنا دحين لو قلت لك أعطيني 5 أشياء في الغرفة، طيب مو الأشياء اللي دائما تلاحظها. السجادة اللي موجودة في الأرض. أوكي واحدة. المكيف، لا هذه دائما شايفها. طيب دحين ماني قادر أجيب 5 بس يعني قدرت أنتبه للسجادة، هذه ما هي موجودة عادة. طيب أديني 4 أشياء تقدر تحسها دحين. أقدر أحسها، الطاولة، المايك، الكاس حقة الموية هذه. لا دحين ما أنت حاس كاس الموية. ماني حاس كاس الموية بس شايفها. أي لا أنا دحين بقول لك حاسها. حاسها بس. إيش إحساس يدك على الطاولة؟ صلبة. صلبة. إيش إحساس جسمك على الكرسي؟ صلب. عمرك انتبهت لإحساس جسمك على الكرسي؟ لا بس إيش يهمني إني أنتبه له؟ هي الفكرة إنه أنت لما تبدأ تراقب في البداية حواسك، بعدين تبدأ تراقب الأشياء جسمك. الخارجية. أيوه. بعد كده حتبدأ تقدر تنتبه لأفكارك، تقدر تنتبه لمشاعرك، كل شيء اللي أنت موجود فيه الآن. أيوة. وتقدر بعد كده تفصل مشاعرك عنك أو أفكارك عنك، فتبدأ تشوفها كمراقب وتبدأ تغيرها، وبالتالي تقدر تغير حياتك. طيب يعني هذه يعني يا شيماء هم قالوا على هذه الدراسات حقتها إنه في ناس كثير مثلا على سبيل المثال ينصحوهم إنه مثلا هو عنده مثلا أم عندها مشكلة مع ولدها، ولدها مثلا عنده يسوي مشاغبة، يسوي أشياء كثيرة، أو مثلا هو شباب وعنده مشاكل فيقوموا إذا ضاربوا كانوا الناس يقول لك هو يخرج مع أصحابه وهي تفضل تفكر في المشكلة هذه اللي صارت. صحيح. ويفضل هذا الكورتيزون حقها عالي وسكرها عالي وكل شيء عالي نظرا لأن هي وهو ما هو مفكر فيها أصلا، هو خرج مع أصحابه. فهما كانوا يعني انتوا كثير من هذه الدراسات يقولوا انك يبغالك تمرن نفسك لما اذا خرج خلاص هي انتهت المشكله، خليني دحين منتبه للتلفزيون، منتبه لاكلي، ما احاول افكر فيه ولا افكر في مشكلته علشان يهبط هذا الكورتيزون حقي علشان انا اقدر انتبه لحياتي بعد كده. هو هذا اللي انت قصدك عليه. صحيح. لانه في النهايه اذا انت عشت في الماضي وعشت في المستقبل، طيب انت بتفقد اللحظه، وبالتالي حتى المشكله خلاص صارت وانتهت. What happened happened، دائما نقول What happened happened. أيوه. خلاص انتهت انطوت. فإنه أنت تقدر تمرن نفسك إنه أنت تحط هذا الفاصل
حقت خلاص هذه كانت تجربة وانتهت، الآن أنا دحين في تجربة ثانية. بس هذا لأي أحد يقول هذه مستحيل ولا صعبة، هي يبغى لها تمرين وتصير. أيوه عشان كده هي يسموها ممارسات، ممارسات لأنه هي بالممارسة. وهذا شيء حتى في ديننا موجود، يعني هم دحين لما يتكلم عنه يقول لك أنتوا بتاخذوه من البودي، إحنا أصل ديننا هو التأمل هو الكينونة. أيوه. هو الكينونة، إنه الصلاة إيش يعني الخشوع؟ الخشوع إنك تكون هنا والآن، أنت والله. أيوة أنت والله، وأنت منفصل عن العالم كله وقاعد بس في هذه اللحظة. فإحنا مفروض إنه إحنا بنتمرن على هذه 5 مرات في اليوم أصلاً، لكن إحنا فقدنا هذا المعنى، عشان كده رجعنا نعلمه كممارسة. تمام. طيب يصير بكل بساطة لكل الناس اللي يقولوا والله سكري مو مضبوط، والله هذه، والله ممكن يكون إنه مشكلتك من جوا بيتك أو من جوا عملك هو اللي بيخلي الأمراض حقتك ما بتزبط وما أنت قادر تتحكم فيها في الأدوية، وكل شوية يزودوا لك الدواء أنت ما أنت داري إنه اللي رافع لك ضغطك هو أصلا موجود، مع أنك أنت عارفه بس هو موجود جوا بيتك. فإحنا بنقول لك ترى يبغالك تسوي ممارسات التأمل، لأنها بعد فترة بس المفروض إنك تفكر في المشكلة لما تكون موجودة. صعبة لكن تقدر تسويها. تذكروا الهدف 7 هو أهم رقم تسوي للسكر التراكمي كل 3 شهور. الله يخليك إذا عندك أب ولا أم علشان لا يحصل لهم مشاكل القولون والإمساك، خلي التراكمي حقهم 7، خلي التراكمي حقهم 7، حتى لو زادت الأدوية خلي التراكمي 7. والتراكمي تحليل دم يصير كل 3 شهور، أهم من هذا أبو كل شوية يسوي في البيت يسوي طخ طخ طخ، هذا ما هو بأهمية السكر التراكمي، لأنه كل المضاعفات تعتمد على حسب التراكم إذا كان 7 ولا ما هو 7. الله يخليكم. الهدف 7 كل واحد بيسمعني اليوم بس يبغى يفتكر يقول من حوله الهدف 7، كل من عنده سكري ياخذ دواء عشان الهدف 7 علشان تقل المضاعفات، من أولها الإمساك، الحرارة حقة الأقدام، إلى الجلطات والكبد والكلى والمخ بأكثر من 30%. السكري صديق، إذا أنت انتبهت له وسويت تحليله كل 3 شهور هذا يخليك سكرك التراكمي 7 يخليك تعيش بشكل أفضل بكثير جدا جدا. أنا حقيقة يعني أبغى أكد على أي نقطة أنت تحب تقوليها لمرضاكي قبل ما نختم هذا الفقر، أنه حتى لو جاك سكري ترى هذه بداية ما هي نهاية، احرص على علاجاتك، غير حياتك للأفضل، وبإذن الله حتكون في لحظة في وقت ما ممتن لأنه حصلت لك هذه التجربة، إذا أنت تعاملت معها بشكل صحيح، وأنه مو أنه لا بعقلية طز هو جاني فخلاص هو عند كل الناس، ولا بعقلية خلاص هذه النهاية أنا حياتي انتهت. شكرا لتواجدك معنا. إحنا حنطلع فاصل ونرجع نجاوب على تكملة للسؤال حقنا هذاك، هي البنت الحلوة هذه ما حد يرضى يتزوجها؟ لا، هذه الأسبوع عندنا واحدة أحسن، البنات اللي شكلهم كويس ومهم قادرين يتزوجوا أكيد إنهم مضروبين عين، أكيد عليهم العين في الجوازات بينضربوا عين لدرجة أنهم هم قادرين يتزوجوا. حنطلع فاصل نرجع نشوف هذا الموضوع. حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. ورجعنا لكم. أنا حقيقة كلمت يعني الغالي أستاذ محمد الله يعطيه العافية، أهلا وسهلا ومرحبا. يا مرحبا. وبالصدفة هو ما بين رحلاته قلت له والله هذا الربوع، لأنه عندنا حقيقة قالوا هذه حكاية البنت الحلوة، أنا كان لي مقطع يقول إنه يقولوا، أنا مو أنا اللي قلت، يقولوا إنه البنت الجميلة ما حد يتزوجها عشان عندهم يعني عندهم عدة أعذار. فهذه دحين جابوا لي شيء ثاني، قالوا لا أمي تقول لك في عندي مشكلة ثانية، وهذه كانت قصة حقيقية جدا مستاءة. وكانت هذه البنت يعني تقول لك أنا وفي لي كم قريبة يعني شكلنا كل ما نروح جواز إلا ما ينكدوا علينا إنه يا الله ما تزوجت، يا الله ما تزوجت، يا الله ما تزوجت. فأنا سميت هذه الفقرة يا الله ما تزوجت، كأنها تقول لك نسيوا كل الأشياء، نسيوا نجاحي في الوظيفة ونجاحي في الدراسة، شكلي كويس بس ليش ما شاء الله بجمالك وما تزوجتي، أكيد مضروبة عين. فالمهم قررت العيلة من كثرة أمها قرروا إنه
لازم يقروا عليها. وهي كانت مرة زعلان، إيش اللي يقروا عليها؟ إيش يعني؟ ليش إيش اللي ساير فيها؟ وليش هم محسودين؟ يعني بشعة بس علشان ما تزوجت مضروب عين. يعني هو العين أنا عارف كل واحد لازم يقول لك العين حق، بس هي من جد ما تزوجت عشان مضروب عين؟ يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أولا لابد نحن نؤمن بحاجة اسمها الأقدار. نعم. الأقدار مكتوبة ومن يعني مسجلة للإنسانية منذ قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض. صحيح. هذه أقدار، ولذلك الإنسان أحيانا هي مشكلة مراجعة الفطرة. الناس عندها فطرة إنه أي بنت لازم تتزوج ولد، أي ولد لازم يتزوج بنت. صحيح. هذه فطرة. أيوة. فالناس دائما تتعايش بالفطرة وتعيش بالفطرة وتتفكر في الفطرة، لكن ما يجي عندنا الفكرة إنه الله سبحانه وتعالى قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ويشاء لمن يشاء عقيمة. إذن الله أعطانا 3 مراحل. لا بس هم في الأساس ممكن يتزوج. أنا بتكلم في الفكرة نفسها. أيوة. إنه ممكن تكون إنسان عند أجيها ولد، ممكن يجيها بنت، وممكن ما يجيها شيء. فنحن نفس الفكرة، ممكن زوج يتزوج كولد، ممكن زوجة تتزوج يهب كبنت، ممكن واحدة ما تتزوج واحد ما يتزوج. يعني إيش حياتهم بدون زواج؟ أيه بس طيب هم أجل هذا اعتراض، لأنه هم يقول لك ليه لا؟ ما نحن ليه ما جاها؟ ليه ما نحن الآن قلنا بذول بيكلموها بالفطرة، هم أيوه. اللي بيكلموا دول فطريين. أيوه شايفين أيوه. إنه شيء مو مخالف فطرة إنه واحدة جميلة ما تتزوج. أيوه. أو واحدة مثلاً بنت ما تتزوج. هذا نحن ليش أنا بنيت لك الأساس؟ أيوه. نحن نبغى كل بنت تتزوج. أيوه نحن هذا تصوير، لكن نحن عشان ننتقل من أني أحاول أطورهم إنه ممكن إنسان يعيش ويعطي ويكمل في الحياة مشواره وما يكون مثلا تزوج، مثلا زي مريم عليها السلام ما تزوجت لكن أكملت مشوارها بدون مثلا في هناك من الرجال من لم يتزوج زي عيسى عليه السلام. طيب فالأصل في الموضوع الارتباط فطرة، ولذلك الناس دائما أي شيء مثلا ما يشوفوه في الفطرة يناقشوا فيه ويجادلوا فيه، فيقول أيه. أكيد هي هذه مسحورة، أكيد هذه معيونة، أكيد بجمالها ضربوها عين ما صار العرسان يقدموا لها. طب تعال نروح نقرأ عليها يمكن ترجع تفك السحر دا أيه. ولينفك العين دا وترجع تتزوج في تصويرهم. ولكن في النسبة للاقتناع هو كل شيء، لك حتى الهداية بالاقتناع. الله يقول أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون. فالاقتناع هو في مبدأ كل شخص وشخص. أنا عندي مبدأ أبغى أتزوج، هنا يبدأ التيسير. بعد كده مرحلة بنتي بتتزوجها يبدأ التيسير. أنا لا شايفة أنه ممكن أتزوج وأدخل في حياة مثلا مشاكل إشكال. إيه الله يكون عارف أنها حتكون فيها مشاكل. أنا برضو نفس الطريقة أحيانا تكون حتى تجارب الحياة اللي حولي تجعلني أني أنا مثلا ما أبغى الزواج عشان ما بدخل في مشكلة. والله أمي كانت فيها عندها مشكلة، خالتي كان عندها مشكلة، فعندي ردة فعل نفسية أنه أنا أفضل أجل كذا أكمل مشوار النجاح في البناء والتطور وتكميل الحياة. هذه نظرية، لكن لما يجي القدر يروح الحذر. لما يجي القدر يروح الحذر. يعني مثلا يعقوب قال لي أبناه لا، قال لي أبي يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك، هذا حذر. صحيح. لكن لما جاء القدر الحذر ما أغنى. أيوة يعني هو ما يعني قص ما قال لهم لا تقصوا، ما قصوا، لكن حدث الحدث اللي هو كان خايف منه إنه هم فعلوا في يوسف عليه السلام أنهم أخذوه وغيبوه في غيابة الجب. يعني معناه الحذر كان موجود، ولكن جاء القدر وألغى الحذر، ما هتزوج ما هتزوج. لما نجي النصيب ويكون مكتوب إنها تتزوج وهي رافضة فكرة الزواج تزوجت. صحيح. ونفس العملية الشاب قال لا تقولوا لي الزواج، أنا ما أبغى أتزوج، أنا أبغى أكمل مشواري وأبني. لأنه هذا في النهاية أقدار ستكتب ومسجلة ومقيدة علينا يعني أزليا، لكن نحن لا ندخل في الأقدار ونناقشها ونحولها إلى قدرة بشرية هي اللي عطلت الأمر ده. أنت أيوة أيوة هذه أيوة هذه النظرية اللي إحنا نبغى نبعد عنها. نبعد عنها. أيوة يعني ما نبغى والله أنت لازم أحد يقرأ عليك. طيب وقري عليها يعني هجيب لها عريس. بس لكن ما في مشكلة إنه مهما كانت الأقدار إحنا لابد إننا بحكم إننا ما نعرفها لابد إننا نسعى لتحسينها. يعني أنا كمان قيل لي من أحد من المستشارين. جميل. قالوا لي يا دكتور في كثير من البنات اللي أحد يقول والله ولا الأولاد ليه ما بيتزوجوا لما تيجي
تحللهم إيه؟ تلاقي انهم هم شخصيتهم قدام الناس إيه؟ جدا شديده صحيح. او ما يدوا يعني راحه نفسيه صحيح. او اذا ملكوا ولا كانوا في نقاش إيه؟ يلاقي ما تقدر تكسب الشخص الاخر نعم. فهي تكون ما هي منتبهه انه ولا هو ما هو منتبه انه شخصيته هذه نعم. اللي يبغى له يكون كذا اكثر سهوله مع الناس نعم. انهم يقربوا منه نعم. لانه في ناس كثير يقول لك ماني بنقرب منه كذا شكله شديد نعم. شكله نعم. ما يقدر يتكلم صحيح. فقال لي ترى لابد انه تفتكروا انه في ناس كثير من اللي ما يقربوا منهم الناس تكون المشكله فيه نعم. هو شويه مو بطال نعم. بس هو شويه ناشف نعم. طيب ربنا ايش قال في الموضوع ده؟ قال فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ماذا سيحصل؟ لانفض من حولك، لانفض من حولك. مين اللي انفض؟ اللي احب الناس له، يعني صحابته مو احب الناس له صحيح يعشقوا يحبوه صحيح. ولكن اذا انت استخدمت اسلوب الفظ والغليظ، الفظ يعني باللسان والغليظ بالقلب، فاذا كان غليظ القلب وفظ فعلا ما حد يجي حوله، يعني طبيب لو كان فظ وغليظ ما حد يروح يتعالج عنده. لما؟ لان الفظاظه بطريقه هي تبعد الانسان عن الانسان. لكن في نفس الوقت انه هذا الشخص قد يكون في داخله عطف وحنان مو موجود في احد سبحان فمعنا دائما لا ننظر الى شكل المضمون الخارجي، انما نتعامل مع الخارجي طيب. لكن الخارجي ليس هو الاساس، لذلك رب العالمين لما يبي يتعامل مع الخارجي ويبين لك الخارجي انه خطير تعجبك اجسامهم ان يقولوا تسمع لقولهم. اذا ليس كل من ما كان خارجيا كان ايجابيا، وليس من لم يكن فيه شيء باطني غير لا نعرفه قد يخرج مع التعامل، يعني مع التفاعل والتعامل طيب. طيب هنا ليش انا عفوا كثير يعزف عن الزواج؟ في مشكله كبيره جدا اجتماعيه اسمها الاعلام، اعلام اللي بيننا، يعني مثلا البنت تقول لا يا شيخه الزواج ومشاكل وتدخلي ومسؤوليه نفس الطريقه الشاب يقول لك شوف هتجيك وحده وتنكد عليك عيشتك وما تخليك تروح وكذا. فهنا نحن بيئتنا مشكلتنا هي فيها ترويج للتضليل عن التحبيب او الترغيب. فاذا صار في تضليل لك عفوا مع احترامي قريش إيش كانوا يقولوا؟ إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فكرتكم ستكون ناجحة إيه؟ إذا أنتم بدأتوا تغلبوا هذا القرآن، مع أن القرآن حق جاي يعالج إيه. فنحن الآن لما نجي مثلا زي كده يدور الكلام بين الشباب وبين البنات على العزوف عن الزواج إنه فيه قيود وفيه، مع أنه في الأصل الله سماه إيه؟ سمى لباس ايوه وسمى سكن الزواج جدا حلو عديد يعني سمى لباس وسكن قال أيوة. هن لباس لكم وانتم لباس لهم، اللباس ستر. وبعدين قال بعد ايش قال؟ قال ليسكن اليها، يعني انت بدون سكن ضايع أيوة. وهي بدون سكن ضايعه، فبالتالي لابد السكن كتامين حياه. فاذا جاء التامين للحياه من ناحيه اللباس ومن ناحيه السكن، الان صار في دعايه، يعني رب العالمين الان بيقول لنا هذا الكلام ليه؟ بيحاول يرغبنا الى الفكره نفسها اللي نحن أيوة. عازفين عنها أيوة. فيقوم يرغبنا. وهذا طيب اي شيء ما في تسويق ما في ماركتينج ما يحصل صحيح. فاذا صار بدل تسويق صار عفوا رفض هيصير بعد. طيب بس ابغى اقول لك على حاجه، للاسف الشديد انا يعني اشوف كذا انه في ناس كثير ممكن انهم يتكلموا عن الزواج بشكل جدا سلبي، يقول لك علشان لا ننضرب عين، يعني لما احد يسوي يقول كيف الجواز يا شيخ، لانه ما حد بالساهل يطلع يقول لك يا اخي انا مره مبسوط والله الجواز يا اخي مره حلو انا جدا مبسوط مع مرتي، يقول لك والله لا يروح انضرب عين. شوف دحين رجعنا النفس الاولانيه، لا هي تزوجت بسبب العين ولا طيب يعني حقيقة هذا شيء يعني مضلل نعم. حكاية نعم. يعني استغفر الله العظيم إيه؟ الناس بيستخدموا العين إيه؟ استخدام غير جيد نعم. نحن نقول هذا الحين نعتبره سلاح، العين نعتبره سلاح. هو فعلا العين سلاح، ما في زي ما قال تدخل الجمل القدر والرجل القبر ما لأن بس نحن لازم كمان بنؤمن انه هذا السلاح لم يكن فعالا في كل الوجود، والا كان صار هو المسيطر في حياتنا كلها صحيح. تصور انه العين هي اللي اصبح السلاح لكل واحد ايش يقتل به الاخر ويصيب، لكن في احيان في دروع في منع لهذه للمضادات للاسلحه، ما هي ذكر
فما يعني بس هو لما بيقول زي كده هذا اللي يقول انه كذا هذا ليس هو فقط اللي بيقول انه الحياه وعشان لا ينحل. نحن كلنا عشان تسوي احصائيه في اليوم تسمع شاكر ما في تسمع شاكي موجود من الصباح الى المساء احصائيه الشاكي 90% احصائيه الشاكر 10% طيب نادر تلاقي شاكر. ابغى اقول لك هم يقولوا انه المخ اصلا يعني المخ اصلا سلبي يعني عنده يفتكر الاشياء السلبيه اللي ممكن راح تحصل صح يعني الشيطان قال لله سبحانه وتعالى قال له يعني ولا تجد أكثرهم شاكرين صحيح نعم. والله قال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور جميل. فهذه يعني أنا دائما أقول الشيطان قال له مثلا أغويهم قال له خليهم يأمر غيره خلق لكن إلا هذه حقة الشكور الله أكد أنه صحيح لا حول ولا قوة إلا بالله قليل من عبادي الشكور نعم. يجلس يفكر في المشكلة حقة اليوم وين سكور كل الكويس اللي صار العطاءات والإيجابية نقول الحمد لله على كل شيء من حياتنا. احنا هنخرج فاصل ونرجع لكم مرة تانية نقول هي أجل المضادات هذه اللي يقول عليها أستاذ محمد هي تشتغل ولا ما تشتغل أنا داري. نخرج فاصل ونرجع لكم. بسم الله. حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. طيب دحين احنا لو احنا قلنا انا ابغى اقول للناس على وظيفتي انها كويسه وعلى صحتي انها كويسه وما ابغى انحسد فاقوم انا اقرا في الصباح الورد واقرا الحديث يعني القران والتحصين. طيب مو هذا حديث والعين حديث كيف هذا يشتغل ولا ايش 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 اللي يشتغل وايش ما يشتغل؟ ممتاز. في عندك احيان صاروخ يطلع ايوه صح ولا لا؟ ايوه صاروخ يطلع ويطلع له المضاد حلو احيانا المضاد يصيب الصاروخ الصاعد واحيانا ما يصيبه تمام صحيح؟ تمام الانسان بيذكر ولكن احيانا ممكن يذكر وهو غافل سبحان ممكن الله. يذكر وهو غافل فاذا معناه اخذ حصانه بس ما اخذ حصانه فعاله أخذها بدون بدون لا ذكر كمل يعني ما قال سر يعني ذكر وارد ورد ورد وانتهى الموضوع لكن رب العالمين لما قال الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله يعني حصل في تأثير الذكر لما يكون خلاص عادة مو زي لما يكون حقيقة شعور انت بتقول له يعني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء كانك انت اعطيته الصلاحيه هو انه يحميك تمام. فانت ماشي وعارف انه الدرع اللي معك واقي ولكنه يحتاج منك ايمان وتركيز انه يكون يحتاج واقي. منه تركيز ولذلك لما يكون في التركيز ما يحصل شيء لكن احيانا لا يروح التحصيل كيف يروح التحصيل ما كان فعال لذلك يكون في فعال ومفعال احيانا لا اصل الاقدار محمي انت لانه في ملائكه احيانا تحميك ايوه يعني يعني في عفوا مع احترامي في حافظين يحفظوك اصلا بامر الله لكن لما يجي امر الله يرفع عنك الحصانه المحفوظه عشان يمشي قدره سبحان لما يجي قدره يرفع حذرك ويرفع عنك هذيك الحصانه عشان تصاب عشان تقول في النهايه ابتليت ولابد ان اعود الى الله. طيب بس ابغى هذا فكر مره مهم إيه. ليش احنا دائما في ناس كثير يعني مثلا على سبيل المثال يحصل حريق في بيته جميل. يقوم يقول لك هذا علشانك انت سويت عزيمه وشافوا الناس البيت حقك نعم. انت كان احد حسد طيب هو اجل متى يجي البلاء يعني مو احنا إيه. في المفروض في بلاء وفي نعم. صبر والله نعم. سبحانه وتعالى صحيح. يبتلينا نعم. في اموالنا وفي نعم. انفسنا وفي كذا نعم. واحنا نصبر نقوم نعم. نؤجر نعم. اجل كي يعني كيف كيف نخلط هذه الخلطه في عوامل تجي من البشر ولذلك لها تدخل يعني عفوا مع احترامي إنسان مات طبيعي مات صحيح إيه؟ واحد مقتول إيه؟ مات كلهم ماتوا طب هذا مات موتة طبيعية بدون أي سبب عفوا يقولوا مات بدون أي بسبب بدون سبب والثاني قال مات مقتول طب المات مقتول ما كان في سبب بشري سبب قتله صحيح. ففينا نحن في نفس أقدار تأتي بدون بشر بدون بشر وفي أسباب تأتي بالبشر يعني مثلا مع احترامي قابيل كان قاتل لها أخوها هابيل بسبب نعم. فقتله فطوعت له نفسه قتل أخيه إذا تسبب في قتله فكما تسبب في قتله فعلا قد نتسبب نحن لبعضنا ببعض بالضرر يعني مثلا لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل طب مين اللي أصاب مزرعته هو لأن أصاب بأن ما ذكر عليها الله
إذن هو الذي أصابها. فربما يصيب الإنسان نفسه دون أن يشعر، مثل تلك المرأة التي نظرت إلى بنتها في ليلة زواجها فأعجبت بها فما ذكرت الله، فأصيبت البنت بالعمى وهي ما تشعر. البنت جلست فترة مسكينة عمياء، قالوا لها لا حتى يموت الذي عينها. فبعد فترة من الزمن عندما تزوج زوجها أكمل وجاءت أبناء وكذا، لكن لما جاء عند رجعت هذا اتصلوا بأمها لتخبرها بعودة بصرها، فطلعت أمها إيه؟ لأنه ربما ليه لأنه الإنسان نفسه أحيانا قد يصيب نفسه. إيه بس هذه يعني مرة فيها مشكلة. طيب أجل وليه ما هي تعمت بسبب أنه كان قدر الله ويبغاها تستحمل وتصبر؟ القدر يأتي مع مع, 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 مع الفعل. أنت عندك لو قلت لك الآن ارفع رجلك ترفع ولا ما ترفع؟ أيوة. طيب وارفع الأخرى تمام، لماذا لا ترفعهما الاثنين؟ واحدة قدرة والتاني عدم قدرة. فعندك قدرة وعندك عدم قدرة، عندك ضرر بشري وعندك قدر رباني. فإذا اجتمع القدر الرباني زي ما قلنا مع الفعل البشري فكان هي كلها قدر. إيه بس هذه مشكلة والله يعني بقول لك الحقيقة مشكلة كبيرة، لأنه دحين كل من يعني صار له حاجة رموها على يعني معليش والله بقول لك على شيء يعني في ناس صار يقولوا لك مثلا أنا يقولوا لي مثلا إنه بالله لا تقول إنك كذا صار فيك، ولا تقول إنك نجحت في الشيء الفلاني، لا تقول إنك كذا، لا إذا نحفت لا تصور، إذا صار كذا لا 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 لا، لأنك أنت تفضل قلقان طول الوقت من الناس اللي حوالينك. أنا أقرأ تحسيني المفروض أني أؤمن أنه ما في شيء يصير فيه. طبيعة بشرية في البشر إنهم دائما يلتمسون الأمر في يد البشرية. يعني مثلا مع احترام بني إسرائيل لما تجاوزوا البحر إيش طلبوا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن معناها طلبوا إلها مشاهدا، فلما ما أعطاهم اللي يبغوه قالوا أرنا الله جهرة. هذه طبيعة البشر، تطلب أحيان أشياء بالقدرة الذاتية البشرية هي تنظر أنها، فتروج عند الناس إنه ده محسود ده مسحور. هذه تروج عند الناس ليه؟ لأن الإيمان بالقدر أصبح ضعيفا. الله لما قال لك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، طيب هذه لمين؟ للناس الصالحين اللي أصلا ما عندهم شيء حسدوا عليه. طيب ما عندهم شيء حسدوا عليه، طيب إذن ابتلاء. لكن أحيانا من الابتلاء ما يروج عند الناس إنه سبب البشر. إحالة يسموها إحالة الشيء للبشر، هذا اتهام دائما. لما؟ حتى نبرر له تبرير. أيوة. تبرير هذه يسموه نبغى التبرير. فنحن نبرر إنه هذا حدث من البشر، ولذلك نحن نبعد عن العين، نبعد عن الحسد، نبعد. طيب نحن فعلا الله سبحانه وتعالى يعني لما جاب هذه الآية إنه موجودة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. طيب لكن أنا بأكد بس على إنه لما المفروض إسلاميا زي ما هذا حديث، المفروض إنه يكون عندك إيمان إذا أنت تحصنت إنه ما يجيك إن شاء الله شيء من الناس. هذا 100%. وإنك أنت يبغى لك تقول ما شاء الله. نعم. ولكن كمان في حقة يعني سيدنا يعقوب لما قال لهم على أبواب. نعم نعم نعم، لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من باب متفرقة. قال وما أغني عنكم. أي لم أغني عنكم ما سيصيبكم إن جاءت الإصابة. أيوة. لكن يعني أنا حتى ما لو دخلت من أبواب متفرقة. نعم نعم. لما؟ لأن طبيعة الناس لما تشوف المنظر المؤثر يعني تنبهر به. أيوة. ولذلك يعني قلت لك انبهر حتى بالمزرعة، قال دخل جنته وهو ظالم النفس، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجلن خيرا منها منقى. يعني هو وجد أن هذه لا يمكن أن تزول. وطبيعة الإنسان لما يجي من منظر هذا نحن نقول يا حبتي الأقدار إن جاءت منعت الحذر، وإذا جاءت الأقدار وآمنا بها فآمنا بالركن السادس أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ما أصابك من خير فمن الله، وما أصابك من شر فمن نفسك. إذن ممكن أنا أصيب نفسي بدون أحد يصيبني، لكن لا نحيل كل شيء العين. أيوة. وهذا لا نفضل كل شوية نقول ترى ما تزوجت علشان مضروب عين. نعم. وترى ما سر لك حادث علشان مضروب عين. نعم. وعلشان انت ركبت واحد معك في السيارة عشان كذا سر لك حادث. نعم. هذه ما لها دخل، كل شوية احنا نرمي. نعم. عليها. نعم. لازم يكون في عندنا ايمان انه في شيء اسمه قدرك. صحيح. هذا قدرك ويبارك. نعم. تستحمل البلاء. نعم. طيب بس ابغى اكد على يعني ابغى اركد على نقطة. حضرتك قد ايش من الناس اللي يجوا في عندهم خلط أو يعني مناقشة كثيرة، هو أنا أجيب أحد يقرأ علي ولا أنا أقرأ على نفسي؟ نعم. إيش هذا موجود في حقيقة في الشرق؟ هو الأفضل دائما لما يصاب الإنسان الله ليش يجي البلاء؟
لأنه في حاجة اسمها الاضطرار، أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله. لذلك الله لا يجيب فقط المسلم أو المؤمن أو المؤمنة أو المؤمن، لا، أي مضطر دعاه كشف عنه. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون دعوه مخلصين نجاهم. طيب لما لم يستعينوا بغيرهم في نجاة أنفسهم في البحر؟ إذن أي إنسان مصاب الأفضل أن لا يجعل أحدا يستغله، لأنه ممكن ندخل في عملية مالية وكوست أيوة. وكذا، وهذا خليه يقرأ عليك، وهذا أدك موية وهذا كذا. لا، الله سبحانه وتعالى جعل عند الإنسان ذاتية اسمها بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى، ما ابتلى إلا اللي يسمع صوته سبحانه. يعني هو ما يبغى أنه يلجأ لغيره، لأنه في الأصل لو دخلت الوسيط هيستغلك. أما إذا أنت اتصلت به مباشرة، هو أنت دحين تروح للمسؤول تطلب منه ولا لا؟ طب تصور المسؤول اللي بتتعامل معه هو بيسألك هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، كل ليلة ينزل بنزول يليق بالجلال وبالعظمة لحل المشكلة هذه العصيبة اللي عندك. هو ما ابتلاك إلا اللي يسمع صوتك، لأنه عند رب العالمين المحب له يبتلي ليسمع صوته. نحن عكس، ننظر إنه اللي نحبه نديله، واللي أيوة. ما نحبه ناخذ منه. لا صحيح. الله يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا ما قفلنا. أيوة. إذا اللي ما حبوا اداله، واللي حبوا ابتلاه. إذا البلاء في الأصل طعم يذوق الإنسان في لقائه وعلاقته مع الله. فلما استغل إنه يجيني يستغلني واحد، طب قري عليه، والثاني جاء قري عليه، والثالث قري عليه، شتتوني وللأسف يمكن أبعدوني عنه. يعني أنت بتقول يعني ترى انتبهوا، ترى يمكن من البلاء أو عدم حدوث مثلا نجاح لك أو وظيفة لك تكون علشان هو الله يبغاك تكون قريب يسمع صوتك، مو عشان أحد نظر لك في المسألة. نعم. إذن هذا المنع إيش المقصود منه؟ دائما بعد الصلاة نقول عبارتين عميقة جدا: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطية لما منعت. إذا أنت منعت ما حد يقدر يعطي، وإذا أنت أعطيت ما حد يقدر يمنع. إذا قرار المنع والعطاء ليس عندنا، إنما عنده. كيف نستجلبه؟ سبحانه. قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. يعني خزائن بس فلوس؟ الخزائن صحة، الخزائن راحة، الخزائن أخلاق، كلها خزائن مليئة، بس أنت تستفتحها من عنده. يفتح لك إيه؟ يا ربي أنا مريض، أبغى تطمني على نفسي، عفوا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له ونجينا. فذنوني الذهب مغاضبا وظن أن النقد عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فهي حقيقة العودة. طيب أنا قبل بس ما نختم قبل هذا أبغى أسألك حكاية أنه أتزوج عشان تكمل نص دينك، بالله شرح لك حكاية هذا النصف. الدين الإنسان هو عبارة عن نصفين، نصف فوق ونصف تحت. فوق لسان، من ضمن لما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. فالضمان بأنه يحفظ الإنسان لسانه من الكلام في الناس، فعنده نصف الدين مكتمل. ونصف الدين أن لا يفعل شيئا ينقص من علاقته بالنصف التحتاني، فقد اكتمل الدين. فهو يعني جاي تحصل نفسه من التحصيل وليس من الدين الناقص. واحد ما تزوج دينه ناقص مشكلة، لكن هذا نصفين الإنسان، نصف فوق ونصف تحت. فهذا اللي حضر النصفين يكون قد اكتمل دينه باللسان ومن تحت. أكرمك الله، نطلع لصلاة العصر ونرجع بعد الفاصل. حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. ورجعنا لكم دحين بعد ما أخذنا الجانب من الحديث ومن القرآن، وجزا الله خير أستاذ محمد الكريم، جينا للناحية النفسية وكيفية التعامل بخطوات سارة العمودي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. طيب يا سارة، إحنا كنا بنتكلم عن البنت اللي هي حلوة أو ما هي حلوة أو ما تزوجت، وكل ما خرجت مكان يا الله ما زوجت إلى الآن، ما تكون واحدة قريبتك، يعني تكون قريبتك، عمتك، خالتك، أحد ما أنت قادر تخلص منه، كل ما حنت يعني هذا ما هو صاحبي في العمل أقول أسوي له بلوك، أسوي له، كنا نقول للناس اللي يزعجك بكلامه أسوي له بلوك، هذا ما أقدر أسوي له بلوك، هذا موجود في حياتي، أخ، أخت،
هذا جالس على أعصابي كذا، هو مجلسني كل شوية يديني كلمتين بيوترك، ينسى كل الأشياء الكويسة اللي في حياتي اللي صاير، يعني أنا ناجحة، عندي وظيفة، أقدر أسوق، أخرج، ناجحة في حياتي، الناس يحبون، لا بس برضك عشان ما زلت من كثرة هذا اللي كذا كل شوية يزن عليك وإنت ما تقدر تتخلص منه، هي هو في محيطك. إيش المفروض أسوي معه؟ طيب هو يعني لو نيجي نقول هذا إنسان في محيطي، طيب بيعمل هذا التصرف، في احتمالية ترى بيعمل هذا التصرف لأنه هو الإنسان ده قلقان إنك أنت ما بتركزي في هذا الجانب من حياتك، لأنه ترى في كثير بنات هذه اليومين بيقولوا إنه يأجلوا موضوع الزواج، إنه أنا حدرس أول وبعدين حتزوج، فالأهل يبدأوا يتوتروا لأنه كل ما كبرت البنت، طيب اللي يصير إنه على الأغلب إنه نسبة زواجها بتقل، هذه يعني ما نقدر نتحكم في الموضوع ده، فاللي اللي بيصير معانا الأهل يبدأوا يقلقوا، وقلقهم بعض الأحيان يعبر عليه بطريقة ما هي جيدة، خاطئة، بطريقة خاطئة. يعني أنا أفتكر موقف كانت في عندي عميلة، الوالد كان دوره يا بنتي، فصارت تسأله طب إيش تباني، يعني تباني أقوم أطلع أرقص في تيك توك ولا إيش تباني أسوي؟ يعني فهي أنا يمكن رقصة تيك توك ما لسه ما يعاد بالضبط، هي صراحة قالت شيء ثاني، يعني قالت إنه أقوم أرقص يعني في الشارع ولا شيء، بس إنه هي من جد يعني إيش يعني من جد يعني وقتها، بس هو يكون من حبه هذا له. فبعض الأحيان يكون الأهل يكون عندهم أسلوب غير فعال عشان يبي يوصلوا الرسالة إنه يا بنتي حبيبي لازم تهتمي شوية من وقتك، زي ما بتروحي مع صحباتك، زي ما أدري إنه أباك تفك يعني تفكي هذا الباب من حياتك، هذا جانب مهم إنه نحن نفك، إن نحن نفك ونفكر فيه، لأنه كثير بنات حتى هم يقفلوا على أهلهم يقولون ما بنتزوج ما نب... فالأهل يبدأ يتوتروا، فيصير يبدأ فيه ضغط عكسي، أيوه يصير فيه كلام غير مناسب، كلام غير مناسب. هنا كمان أنت لازم تقول، لازم تعبري حقيقة أنت إيش صاير معاكي، هل من جد أنت مأجل موضوع الزواج؟ تكلمي قولي إنه لا يا ماما أنا مأجل، لا يا ماما والله لو عندك عريس هيعطيني، لو تبي يعني لو 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 أحد لو أنت حقيقي تبغي الزواج قولي إنه أنا يا جماعة أبغى لحد يأذيني. بس هم صاروا يبغوا الزواج بس متطلبات خاصة، في عندك مليون شرط. أنا عجبني دوب أستاذ محمد زكريا قال لك والله لما يجي القدر تنسى كل حاجة، أيوة. حتنسى كل شروطك، بس أحيانا تصعيب الشروط هذا يقلل عليك فرصك. أنا سمعت مرة خطابة تقول تقول إنه الرجال يجي يقولوا إنه البنات البيوت مليانة بنات، أيوة. فلا حد يقعد يتشرط عليا. أيوة للأسف للأسف في حقيقة في كلامه، ولكن البنت كمان تحس إنه أنا يعني أنا مبسوطة في بيت أهلي، ليش أروح؟ فهم ليش أروح لمكان وأنا ما حكون جدا مبسوطة فيه، مثلا من ناحية مثلا مادية أو مثلا في حيكون إقماع للحرية أو إلى آخره. فأنا اليوم أنا يعني كبنت أنا محتاجة أكون واقعية، لأنه دحين اللي صاير مع اللي صاير في المجتمع في عزوف على الزواج من البنات ومن الأولاد على فكرة، وفي هذه كرايسيس في أمريكا بيكتبوا عنها من أون سترايك، بيقول لك إنه الرجال في هذا الزمن ما يتزوجوا. للأمانة ما في دراسات عندنا شفتها، ولكن الدراسات موجودة في أمريكا وبيكتبوا عليها بحوث إنه ليش الرجال ما يبغوا يتزوجوا، فهذه مشكلة نحن عندنا، نحن شايفينها كده بيننا وبيننا، ما لسه ما عليها بحوث أيوة. واضحة ولكن موجودة. فهم دحين إيش صارت إكسبرمنت يسووها، يمشوا في الشارع ويسألوا البنات يقولوا لك مثلا كم تبغى يكون راتبه، كم تبي يكون نحيف ولا شو اسمه دبة ولا أوبيس، فهي تحط الكرايتيريا، والبنت فجأة وهم يمسكوا الداتا من حقت الداتا حقت الداتا الأمريكية، فييجوا ينفجعوا البنات إنه نسبة إنه هم يلاقوا هذا فارس أحلام 2-5% ما هم موجودين أصلاً هذول اللي أنت تبغاهم بالضبط، الراتب اللي بالكمية اللي أنت تبغين، مع إنه هو يكون جميل، مع إنه هو يكون مخلص كويس، ومع إنه هو يكون مخلص ويكون لطيف، وكمية ما يعني ما تصير. فقلل المطلبات، لكن ايش كيف اقدر اتصرف دحين؟ انت اول شيء قلتي له، اول حاجه اتكلم معه، اتكلم قول له الحقيقه، قول له لو قلت انا مش عارف قول له يا ابن الناس ترى بدور، انت عندك عريس اعطيني، لا تقعد قول له لو هو بيأذيك في الكلام، قول له انه بيأذيك، قول له يا خاله الله يسعدك لا تساليني ده السؤال بيضايقني، إيه؟ فلا تقولي لا انت يا خاله مستفزه، انت يا عمي تروحي تشتكي للناس التانيين، لا تروح تشتكي للناس التانيين، قول له واجه، ولو لو ده الشخص جاء اشتكاك انت قول له روح كلمه، يعني لا تعطي له مساحه انه هو يقعد هذا الموضوع، انه كل فصاله كل ما يخرج هذا الانسان من الصاله تبداوا انتوا تتكلموا في الحكايه، ما حيصير شيء في الموضوع ده. يعني في اول حاجه قلناها انه سبق النيه الحسنه، انه يمكن هو بطريقه غير يعني ما هي حلوه بس بيحاول ان هو يوصل لك رساله. ثاني حاجه
قول لو انت مضايقك الموضوع ده, واستخدم شويه هيومر, استخدم شويه مزح, وهذا في الموضوع يلطف الاجواء. تمام. طيب, واحده من الاشياء كمان اللي كنا بنناقشها حكايه التوتر, يعني انا كنت بقول انه في دراسات, انا وشي ما كنا بنقول في دراسات تبين انه في شخص يكون هو بسبب جاي لأحد عنده سكر يرفع له السكر. أيوه. هذه دراسات مثبتة, يعني صحيح. يكون عندك اللي في البيت من كثرة مشاكله بيرفع لك السكر, يرفع لك الضغط, يسبب لك مشاكل, هذا مثبت علميا. أنا كيف أتعامل مع هذا؟ يعني هذا بيضر صحتي, يعني هو ولدي ولا بنتي ولا بس من كثرة مشاكله اللي بيسويها لي أنا, مو المشاكل اللي حصلت له, مو إني من كثرة كلامه ما هو مؤذي ولا طريقته ولا أسلوبه ولا أنا بيترفع سكري, أنا بيترفع ضغطي, زوجي يكون هو السبب في مرضي أصلا. كيف المفروض أني أتعامل مع هذا؟ نسمعها العبارات هذه في مجتمعنا, جبل الضغط, ما اسمع كثير جبل السكر, بس هو يترفع بس السكر, هو حقيقة جبل السكر جلطني كلامه. ايه. جلطني صحيح. فقع مرارتي. ايه. هذه المصطلحة ترى نستخدمها لأنه هي حقيقية. اللي بيصير أنه حقيقي الكلام بعض الأحيان مع ناس معينين ترى يقدر يرفع من السكر ويقدر يرفع من ضغطك, وحتى لو انت ما عندك سكر ترى في احتماليه تصير بري دايابيتك من كثر الستريس. فلو انت بنت بتروح الشغل وبعدها بتروح الجيم ومهتمه لجسمك, ولكن انت في منطقه مليانه ستريس ترى في احتماليه انك انت تمرض ويجيك مرض زي مرض السكري, مرض مره خطير. فمرض السكر يقدر يجي من القلق, من كثره القلق, مو شويه قلق, مو اكيوت, مو فتره معينه من الزمن, لا مستمر, لا مستمر. فطب تقول لي طب ايش اسوي؟ انتوا تقولوا لي يعني ايش اروح مثلا, يعني فين انا ارجع, يعني فين اروح من شغلي ولا هذا قلق مستمر, ايش تبغاني اسوي لك؟ طيب في القلق المستمر, اول حاجه انت ما يعني انت يعني ما نقدر نقول انت السبب في الموضوع ده, ولكن بطل تخلي الموضوع انه تستسلم. انا شايف استسلام, الاستسلام حلو بس مو استسلام انه انا اصلا عندي قلق وخلاص, انا عندي هو كده. يعني فالاستسلام ايش تبغاني اسوي فيه؟ يقول لك خلاص هو ولدي, ايش اسوي فيه؟ زي ما هو, هو ولدي, هو الشغل, هي زوجتي. هو كده الموضوع. فالاستسلام هذا اللي انا شايفاه هذا خاطئ جدا في الموضوع ده. طب كيف ما استسلم؟ لانها مسؤوليتك انت ما انت مسؤول انه جاك القلق, بس انت مسؤوليتك تتعامل معك, هذه مشكلتك انت. ايوه بس هذا جاي عايش معايا. طب ممتاز, ناخذ على موضوع فرد من العائله عندي معاه قلق. في احتمالية لو هو طفلك, في احتمالية انك انت محتاج تتعلم كيف تتعامل مع الشخصية الجديدة. لو هو كان مثلا في سن حساس او كان في سن مراهق, يعني ان كان الله في عونك, فسن المراهق هو سن جدا حساس. فلما اتعامل مع المراهق ما اشخصن الموضوع. يعني كيف اشخصن؟ يعني تشخصن الموضوع, يعني انك انت فجأة, يعني فجأة دخل صحي من النوم, طيب ما قرر انه قلت له صباح الخير ما رد عليك فجأة. أي. نفس كده وادك كده نظرة, أو فجأة ما يبي يتكلم معك, حط الهودي في البيت. طيب يعني كده عامل كله تصرفات انك انت انسان يعني غير موجود وواضح عدم الاحترام. فهنا ما اشخصن الموضوع, يعني اجي اقول انه انا المشكله. في احتماليه ترى هذا البني ادم اللي عاش معك في البيت بيمر باشياء ما لها دخل فيك انت. فهذا اول حاجه. ثاني حاجه افتح الموضوع, قول له يبني انا لاحظت انه وانا جالس معك, نرجع نقول على موضوع الاتصال واني انا اتكلم بوضوح, يبني وانا بقعد معك انا ملاحظه ان انا بتوتر. هو يمكن في احتمال هو كمان متوتر معك. لا بس افرضي انا دحين يعني ايش اوصلني انه يقول لي ترى والله ما ابغى اتكلم معك, يعني ما ابغى اتكلم في الصباح, اقوم خلاص ما اتكلم معاه في الصباح. والله دكتور نزار انت هذا. عارف مثلا انت شاركت معنا قصه انك انت في الصباح بطحن ما تحب تتكلم. ايوه بس هذا انا الكبير مو ولدي. انت كنت ولد صغير لما صحيح انا ما احب وانا من صغير احب اتكلم في الصباح. فهذه اسال الولد تقول له متى مناسب انه احنا نتكلم مع بعض. أيه. ولا تشخصن الموضوع. والله انا متاكد اي احد حيشوف المقطع يقول ما شاء الله كمان حستاذن اقول له متى تحب اتكلم معك وهو ولدي, يعني هو بني ادم نحن محتاجين نحترمه في البيت. ما دام اننا محتاجين نحترمه في البيت يبارك تستاذن ولدك تقول له متى ما يتكلم احسن نطلع فاصل ونرجع لكم. حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. رجعنا لكم. طيب احنا نبغى نعرف, انا عندي مثلا احد عنده سكر عنده ضغط واللي مسبب لي القلق في العمل في العمل, واحد من اللي بيشتغلوا معايا كمان, هذا كمان 8 ساعات تخيل كل يوم 8 ساعات 5 ايام في الاسبوع, استغفرك ربي واتوب اليك, هو جايب لي القلق. يا
كثير ناس شغلهم بالنسبة لهم عامل مرة كبير في موضوع إن هم يرتفع عندهم السكر، وحقيقي بلاحظوا نفسهم هم بيأكلوا كويس وكل شيء كويس، بس إنه لسه السكر بيرتفع. لما ألاقي عميل زي كده عادة الدكتور يحول لي على طول، يحس إنه لا، إنه في مشكلة. أنا لو مريضي بيقول إنه هو بيأكل كويس والجرعة كويسة، في شيء غلط، ليش بيرتفع السكر وفي أوقات معينة؟ فلو أنت مريض سكر طيب وتلاحظ نفسك هو يرتفع السكر في الدوام، في أشياء تيجي تعملها. بس حتى لو أنت ما أنت مريض سكر، هذه أشياء تيجي تسويها معك. تمام. أول حاجة اعرف إنه هو الدوام حيبدأ ويخلص، فهي فترة مؤقتة. طيب ثاني حاجة، موضوع الساعة اللي في الدوام تأخذها، إيش اسمه، الحكومة السعودية الحمد لله تعطي الموظف ساعة إنه هو يقدر يأخذ بريك. لقيت بحوث انعملت في لندن ونيويورك انه لما تطلع وتشوف الطبيعه مره يتحسن موضوع الكورتيزول ليفل، مره تنزل هرمونات القلق، مره تنزل معك. لا تستهين بالشهادة الصغيره، فيعني انت الساعه لا تجلس في المكتب، اخرج برا المكتب، اخرج مع اصحابك، اخرج، الجو صاير مره حلو في كثير مناطق من المملكه، اطلع من المكتب. فهذه الساعه لا تجي تقول لا لازم، لا، هذه الساعه ترى حق ليك انت، فحق ليك انك انت تهتم بصحتك. فاطلع في هذه الساعة، خذ لك بريك، خذ لك نفس، خذ لك يعني، حاول انك انت حاول تخرج من المبنى، حاول تخرج من المبنى. كمان في ناس كثير لقوا انه بس معليش يا سارة، هذه الابحاث تدلل حتى لما يكون الجو حار، خروجك حتى في المكان بس صح، مجرد دقائق لشيء فيه هواء يغير من المود حقك، يغير من كمية الكورتيزول حقتك. صحيح. أنا أقصد بطبيعة أنه ما في مكيف، ما في مكيف، أيوه، لأنه لها دراسات مرة كثيرة على موضوع أنك أنت كده تشوف بس كده أنه مناطق واسعة وكده، تساعد أنه الناس حتى في مدن زي مدينة نيويورك، أنه هم نزلوا من الشغل، مع أنها يعني مدينة يعني مليانة عماير مختنقة، بالضبط، فيها حدائق كثيرة ولكن مختنقة إلى حد ما. لقوا أنه هم لما طلعوا لو الكورتيزول مره نزل، فحقيقي افصل. كثير ناس يا دكتور نزلت تمسك شغله وترجع معها البيت، فترجع والاقي مثلا تجي تقول لي انا اول مثلا عندها ميتنج الصباح الساعه 9، ترى واضح تكون هي على السرير، تفتح اللابتوب، هي الساعه 9 تفتح اللابتوب من السرير، هي تحسب ان هي كده ايه يعني بتختصر الوقت وبتعمل حاجه. مره غير فعال ابدا هذا الطريق، انه انا اصحى الكورتيزول يرجع يرتفع عندي، عايز ادخل جوجل ميتنج او زوم او هذا. فهذا اني انا احط وقت لبدايه الدوام ونهايته، هذا شيء مره مهم. يعني ما شيك ايميلات في يعني انت بتقولي انه ابدا يومك قبل وقت دوامك بفتره. ايوه، لاحظ لا تقوم وانت كذا مستعجل. ايوه، لما لو صحيت الصباح وقررت انك انت تبدا يومك مره بشويش، مثل مده حتى 20 دقيقه تفرش اسنانك بشويش، تحط مكياج حتى قبل ما يصحوا العيال، تعملي يومك بشويش يمشي، هذا شيء مره يساعد انك 20 دقيقه 20 دقيقه او اكثر. في ناس يحبوا ساعتين، بس ساعتين هذه مو كل الناس عندها ساعتين. صحيح. ولكن اهم شيء انه في الصباح اعملي قهوتك، امشي بشويش، بعدين ابدا بالنشاط هذا اللي هو ايميلات، يلا اجتماعات، ما ادري. فهذا هذا هذا الكورتيزول والادرينالين انت محتاجه، ولكن ما انت محتاجه من يوم ما تصحى. طيب في شيء كمان، نحن ياما تكلمنا في الراديو على موضوع الكتابة. ايوه، الكتابة اليوم اجي اقول لك لما تبدا تكتب استخدم اللغة اللي قبل كده يقولنا التمرين حقت عندي فكرة او دماغي بيعطيني فكرة، اني انا استخدم اللغة اني اعمل مسافة بيني وبين افكاري. افكاري دائما موجودة، هل هي دائما حقيقية؟ لا، دائما دماغي انا يبالغ، يجيب لي افكار ما هي صحيحه، يجيني ايميل اجي يتهيأ لي انه هو ايميل انه انا وارنينج مثلا. أيوة. أو بدايه شغل. ايوه، وانه هو متقصدني، هو متقصدني يجي. فمو يعني مو شرط كل الافكار اللي انت بتجيك انها هي افكار صحيحه، والمفروض انك توقفها. لا، ما ابغاك توقفها، العكس، ابغاك تسمح لها بوجودها، بس لا تتعلق فيها، لا تصدقها. شفت فيلم ذا ماسك، فاكر ماسك الاخضر؟ أيوة. هذا الخنجر. أيوة. بيصير. أيوة. ايش يصير في الشخصيه دي؟ يمسك الماسك، اول ما يحط الماسك فجاه يصير شخصيه ثانيه. أيوة صحيح. بافكار ومعتقدات ثانيه، وبعدين يشيل الماسك. هاي انا من الكتابه اللي بنحاول نسوي، بعض الحين الافكار تيجي كانها ماسك، تجيك فكره مثلا ان انت انسان ما انت كويس وانك انت فاشل، وفجاه تلاقي نفسك انك هذه من فكره فقط، لكن مسكنا دلقه وصدقتها، وهنا يصبح الموضوع مشكله، وهنا مشكله الانصهار اللي تكلمنا عنها. تمام. فحاول أفرغ في الكتابة، ولما تفرغ في الكتابة أعمل مسافة بينك وبين الكلام، زي أنك أنت تقول عندي فكرة، أنه دماغي بيديني قصة، أنه وإلى آخره. تمام. طيب، وكنا بنتكلم في فترة أنا وشيماء على أنك تكون كمان موجود في اللحظة.
يعني كانت هي بتتكلم على أهمية وجود البني آدم لما يجي يبغى يأكل إنه يكون مركز في الأكل، ولما يبغى يكتب إيميل يركز في الإيميل، ولما يبغى ينزل يتريض يركز في الرياضة. وإنك لا تسوي الأشياء مختلطة، علشان أنت لما تحصل لك مشكلة في يعني في وقت معين لازم تحاول إنك أنت تفصل عنها. يعني كانوا بيقولوا إنه إذا أنت في ناس كثير، أظنك أنت كمان عقبتي عليها هذه من قبل، إنه في ناس كثير لما يتضاربوا مع أولادهم، أولادهم يخرجوا هم يفضلوا ما زالوا في فكرة مضاربتهم حقت أولادهم. أولادهم قيدوا راحوا فلوها مرة مع أحد ثاني، ما هم موجودين أصلا في الموضوع، ولكن أنت ما زلت تفكر. الأمهات الكبار ما زالوا يفكروا في أولادهم وأولاد أولادهم، هم خرجوا دخلوا أكلوا شربوا، وتلاقي أولادهم أصلا ما هم منتبهين، عندهم مليون شغلة في هذا الموضوع، لكن هم ما زالوا مسيطرة عليهم هذه الفكرة في التفكير في الآخرين. هذه تجيب قلق، صح؟ طبعا، لأنه شوف القلق، أنت دحين يمكن دكتور نزار تشوف جدولي تقول مرة يقلق إيش ده، وقتنا يكون عادي إنه هذا جدولي ما يجيب لي قلق. وأكيد في أحد طالع في حياتك ويقول إيش ده، أكيد أنت مرة ستريس مليان ناس وأنت تكون ما تكون ستريس حقيقة. ما تكون ويكون في واحد جدوله أقل ويكون هو مرة ستريس. الشيء اللي هو بقوله إنه القلق ترى هو it's perceived، أنا كيف أشوف الأشياء اللي أنا أمر فيها. هو أنت تبني، مو أنا أبني قد ما أنا يعني هو it's a perception of how I see my life. فأنا لو أنا في تحديات بشوفها وأحسها التحديات أقوى من إني أنا أقدر أكملها أو أنا أقدر أخطاها، هنا يسبب قلق. أوكي، فهو كيف نظرتك نظرتك للموضوع ده. فأنا نظرتي للموضوع ده إنه ما يسبب لي ستريس، ولكن في ناس هذا الشيء يسبب لهم ستريس لأنه يأخذ مرة من طاقتهم وجهدهم، فهذا يعتبر التحدي مرة كبير. وبعدين بعد فترة الشيء اللي يجيب لك ستريس بعد فترة يمكن ما يجيب لك ستريس، وشيء ثاني يجيب لك ستريس. صحيح. فهو الستريس هو جزء من يومنا، ولكن متى يصبح مشكلة؟ يصبح مشكلة لما يصير كثير مرة. صحيح. أنا أقول لك يعني هم في واحدة من الأبحاث كانت تقول إنه المرأة الحامل دحين إذا حملت المرة الأولى تكون هي ما هي عارفة إيش اللي بيصير، فتحس بالآلام وتحس بالتعب. يقولوا إنه كان من الشيء العظيم إنه البني آدم اللي يقدر يعيش التوقعات ويقدر يقلل من القلق، لما هي تبى تحمل مرة ثانية هي عارفة إنها هي راح تتعب وراح بطنها تكبر وراح تصير صعبة مشيتها، لكن مع كذا بتقدر تعديها وتعدي الحمل وتقبل بالحمل الثاني. لأنهم كانوا يقولوا من الجنان إن واحدة تحمل حمل الأول وترضى تحمل حمل ثاني، كيف بعد ما اللي داقته هذاك كله؟ فيصير كل شيء بيدك أنت. أنت ما تكبر الموضوع، أنت ما تصغر الموضوع، أنت انتبه كيف تجيب نفسك في اللحظة، أنت انتبه كيف تركز، انت انتبه انك تفصل مشاكلك علشان لا تخليها تتحكم في حياتك. القلق شيء احنا نجيبه احيانا لنفسنا. حاول انك تتكلم مع الناس اللي جايبين لك القلق، ولا تسمح للناس الثانيين اللي عايشين معك ولا بتشتغل معاهم انهم يمرضوك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا، احنا هنخرج فاصل ونرجع. سوري، هنخرج فاصل ونرجع، لسه باقي ساعه. حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. ورجعنا لكم حقيقة، بس يبين انه احنا طول الوقت نقول بالله خليك في اللحظة خليك في اللحظة، انا كنت في اللحظة، هم يقولوا فاصل ماني داري هم يقولوا فاصل ولا انتهت الحلقة، علشان هم يشتروا لي وانا اشوفها بجنب عيني. فهو هذا يعني شيء جدا مؤثر، انه احنا نبغى شيء يكون عندنا اسمه اليقظة الذهنية. هذه اليقظة الذهنية دحين ساير عليها ترند كبير. أيوة نسمع. اليقظة الذهنية. أنا يحتاج إني أكون عندي يقظة ذهنية، أنا انتبه إنه للساعة إنه لسه باقي كان ربع ساعة. أيوة. إيش يعني يقظة ذهنية؟ يقظة ذهنية بالمختصر يعني كده بالعام إني أنا أكون في اللحظة بجميع حواسي. طيب أنا أول شفت كنت دوبي كأني جايب في اللحظة، بس ما كنت في اللحظة. يعني كنت لخبط. لحظة تلخبطت. في ناس كثير تحسب إنه المايندفولنس أو اليقظة الذهنية هو ريلاكسيشن، هو تمرين للاسترخاء، قفل عينك وكده. ما هو كده أبداً. جزء من تمارين اليقظة الذهنية بعض الأحيان تستدعي نسميها فيها طابع تأملي، فنقول لك غمض عينك. ولكن المغزى من اليقظة الذهنية هي ليس الشعور بالراحة أو الاسترخاء وكده. لا هي تجي كزائد شيء إضافي، ولكن المغزى فيها أني أنا أكون في اللحظة. بعض الأحيان كوني أنا في اللحظة يخليني أضطر أني أنا أستشعر مشاعر ما أبغاها. فمن الأشياء اللي هي تساعدني أنه أنا مثلا أنا أسمي الشعور. بعض الأحيان عميلي يجي يقول لي أنه أنا بس إيش بتشعر، مبسوط أو
زعلان مبسوط أو زعلان فما يكون عنده محصل لغوي. أيوة. وإيش المشكلة في الموضوع ده؟ لما أنا ما يكون عندي محصل لغوي بعض الأحيان ما ألاقي الكلمة اللي بالضبط إن هي مضايقاني. بعض الأحيان أجي أقول أنا زعلان، يكون أنا مو زعلان، أنا مو بس زعلان، أنا زعلان، أنا حاسس بعجز، أنا حاسس بمشاعر خزي ومشاعر عار. لما أنا أعرف هذه المشاعر الثانية اللي بيصير إنه أنا يخليني أقدر أساعد نفسي أحل المشكلة، إني أعرف إني أنا ماني زعلان، لا أنا دحين عندي مشاعر حقة عار. أيوة. ليه مهم إنه أنا أسمي هذا الشعور؟ واحد لما أسمي على طول اللي يصير إنه تبدأ تفهم نفسك، فتحس شوية بشعور ارتياح لحظي. أوكي، هذا واحد. اثنين، يساعدني إنه أنا أطالع في المشكلة. وجيت قلت لك أنا زعلان من الشغل، في فرق. جيت قلت لي أنا شاعر بالخزي من الشغل، كل الناس بتنجز وأنا ما بنجز بالضبط، حاسس بشعور عجز مثلا في الشغل. فأنا ما يعني حنتكلم بالموضوع ده في أكتر عمق، في تفكيرك في الموضوع ده حتتعمق فيه أكتر، فإنك أنت تفهم نفسك بدك تفهم مشاعرك مرة حيساعد. طيب. اليقظة الذهنية تساعد في الموضوع ده. أنا بس أبغى أقول على حاجة، اليقظة الذهنية دحين صار لها تمارين وتقدر تمرينها أولادك وتقدر تمرين صحيح. نفسك. فالله يخليكي، خلينا نقول أدينا كذا كم حاجة أمرن نفسي على اليقظة الذهنية. طيب، بأبسط حاجة معك يعني معك قهوة قدام. معي قهوة. طيب، نحن كل يوم نشرب موية أو قهوة. تمام. نقدر نبدأ ناكل طيب أو نشرب بتمارين اليقظة الذهنية لمدة فقط دقيقة إلى دقيقتين. طيب. كيف يعني؟ حامل التمرين دحين معاك، وانت لو تسمعني قاعد تقدر تعمل هذا التمرين. التمرين يلا. هذا اللي بنعمله قاعدين للحظة مرة بسيطة، نبغى نقوي كل عضلات دماغنا انه يركز في اللحظة، كأنك بتروح الجيم. شفت لما تروح الجيم وتقوي عضلاتك؟ انا هنا بقوي عضلاتك، لان اللي بيصير معايا وانت في الشغل فجأة بتكتب ايميل تفتكي الايميل ثاني، وانت في اجتماع فجأة دماغك يروح بعيد. فمحتاجين نشتغل على هذه التمارين في يعني بعيدا عن هذه المواقف، وبعدين نعلمك تمارين في هذه المواقف. طيب يلا. ولكن هذه نبدا التمارين اللي هي تيجي تعملها الصباحيه في بدايه روتين يومك، اللي هو قلنا نعمل روتين بطيء. طيب، نمسك شو اسمه، مسكت الكوره. اوكي، ابغاك تمسكها وابغاك تطالع فيها كانك اول مره تطالع فيها. طيب، دورها، شوف احساسها في يدك. جميل، قد يدي. اوكي، قد يدك. اوكي، طيب ابغاك تطالع فيها من فوق، من كل مكان. طالع فيها كانك اول مره بحياتك تشوف هذه القاروره. والله صعبة، بس يعني ما في مشكلة. أيوة، أعتبر نفسي أول مرة. أيوة، ركز. هو أول شيء بنعمله قاعدين بنركز في اللحظة. شوف القارورة من تحت، يمكن في شيء ما شفتها عمرك في حياتك. بس حتنكبر قهوة. أوكي. الآن أباك ما تشرب القهوة، أباك تقرب القهوة، وأباك تشم القهوة، وأباك تلاحظ إيش بتشم. بشم قهوة. أوكي. أباك دحين للحظة تقدير إنك أنت بس تستشعر، عشان القهوة هذه تجي بين يدك الآن، أباك بس تلاحظ إيش الشيء اللي هي مرت فيه، كمية الشمس والهواء والتراب، عشان توصل للمرحلة اللي هي فيها الآن. تمام. أوكي، بس خد لك وين تقدر، يمكن كمان أخذ تستشعر يعني شوية. لا ما حنشرب قهوة، حنستشعر بس إنه المستعجل على اللحظة. أنت مستعجل، أباك تركز في اللحظة. تمام. الآن أباك اللي أباك تسويه، أباك تحط شفايفك على الكاسة، وأباك تأخذ مش بس ما تشرب، خدها مش وحطها في فمك. طيب، أوكي، وخليها في فمك. طيب، وأباك تستشعر إحساسها هي في فمك. أوكي، وشوف إحساسها تقيلة خفيفة مرة ولا فيها كده فروتي؟ فيها حلا. أوكي، ما قدرت بلعتها. طيب كيف حتكلم يعني؟ أتكلم ولا خليها فمها؟ بس خليها اللحظة. أنا هودة هنا، خليني اللحظة بس يعني وصفت لك. مرة تانية خذ الجومة ولاحظ، لحظية باردة حارة، ركز، أبغاك تركز على هذه اللحظة اللي بنحاول نسويه، ونحن نركز الآن. أوكي، الآن لاحظ كيف لو فجأة كده تقلد في فمك، والآن خذ قرار إنك أنت تبلع، ولاحظها وهي بتبلعها، ولاحظ إنها هي كيف بتروح على أسفل حلقك. أوكي، أنا متأكد في ناس حيقولوا هذول مجانين. صحيح إنه هو مرة، ولكن ترى لو ما جربتها، هذا بس تمرين واحد، لو ما جربتها كيف كان؟ دقيقة، نعمل ستوب. كيف كان إحساسك وأنت بتشرب القهوة؟ طبعا يعني هو مختلف، لأنك أنت بتأخذها مراحل، جالس بس قاعد تدقق في هذه. أنا وقت كثير ما عمري دققت فيها. بالضبط. يعني الشيء اللي بس أدقق لما تكون حارة نازلة في حلقي، هذه صحيحة دائما. أنت واضحا في اجتماعات وأنت قلقان وأنت متوتر، فقط أمسك كوباية القهوة وحاول إنك أنت تركز الآن في اللحظة، حتلاقي جسمك كله لحاله قادر يقدر يكون، لأنه واضحا مع القلق دماغك ترى بيروح أماكن مرة كثيرة، إنه إيش حيصير وإيش حيصير بكرة في اجتماع، وهل حينجح هذا المشروع ولا ما حينجح. فنحن بنحاول نسويه، نبغى نرجعك الآن للحظة. طيب، أنا أبغى أقول لك على حاجة، بس يعني يمكن هذه حاجة أنا أسويها، لأن لما دخلت الدورة حقت هذه يعني اليقظة الذهنية
انا تمرنت عليها مره كثير يعني حاولت بس انا اسوي ايوه الاستغفار أيوة. اسوي الاستغفار حق 33 انه الاحساس الاحساس حق اصبعك انك انت ماسك مثلا السبحه ممتاز. انك تقول سبحان الله سبحان من يوم ما يخرج راسك من سبحان الله يعني تبدا تفكر فكره ثانيه غير ترجع انك سبحان الله ترجع تعيدها من اول وجديد 33 صحيح. حتى صحيح. لو قدرت تسويها في دقيقه او دقيقتين كل يعني اللي كان مدرب لنا كان يقول انه كل ما قدرت انت توصل لمرحله دقيقتين تركز بس انت قاعد تركز انك انت خلصت التسبيح وما فكرت ولا في حاجه ثانيه أيه. يقولوا اذا وصلت دقيقتين انت ساعتها تقدر توصل في ناس يعني انا في البدايه أنا عملائي ونبدا ترى ثلاث دقائق 10 ثواني انا أيه. والله كانت في البدايه 10 ثواني ما اقدر 10 ثواني دوبي اقول سبحان الله ما جيت فكرت في 60 حاجه ثانيه بس تشكلست تبدا ايوه اللي ورايا اخلصه اللي ورايا فهذا كان يقولوا لا انت لابد انك تحاول كل يوم انك توصل للدقيقتين توصل للدقيقتين ما تقول ولا حاجه غير سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أيوة. يمديك انك تغير الله اكبر هذا التسبيح يسوي نفس حكايه اللي دوبنا سويناها رائع لانه كمان في له اتصال بقوه اعظم منك في الاتصال بالله عز وجل وانا هنا بعاقب كثير ناس تحسب انه المايندفولنس ان انا ما افكر في شيء وهذا شيء خاطئ طبيعي اللي حيصير انه دماغك حيروح بعيد ويتشتت كل ما راح بعيد رجعه ثاني للتمرين اللي حاب تركز فيه تمام يعني الآن إحنا نبغى نأكد على إنه هذا الـ الأدوات أنت بإمكانك إنك تسويها علشان تقلل من القلق والله العظيم إذا أنت استمريتوا في التدريب هتقدروا توصلوا إلى إنه يصير مخك موجود في اللحظة ومخك قادر يركز ومخك إذا صارت مشكلة يقدر يخرج المشكلة برا وتركز في اللي أنت فيه بعدين تحط المشكلة في وقتها هذا شيء يحتاج له تمرين بس انت تقدر توصل له هذا الشيء اذا وصلت له تقلل السكر والضغط وتقدر تنام احسن وتقدر تنتبه لقلبك وتنتبه لعلاقاتك لانك قادر تجيب مخك تجاه اللحظه وهذه اللحظه من جد صحيح بلغنا الحلقه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك